ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل مع الفنان الجميل هاني رمزي. أستاذ هاني منورنا. أنا اتبسطت بيكوا جدا. إحنا مبسوطين الله يخليك. وكمان الشناوي ضيع صوتي. السلام عليكم. ضيع صوتي بجد يعني. لا الزعيق الجامد ده والحاجات ديت يعني برضه لسه ما لازم تلين قبليها بفترة. خدتوني على مشامني كده. معلش نسينا نجيب ينسون يا ريس. ينسون بقى. يا ريت. أنا هدخل في الموضوع على طول. اتفضل. بالبنت العريض كده، هاني رمزي افترى في رمضان اللي فات. افترى؟ دي حقيقة. افترى. لا والله ده غلبان والله كده. في أصول وتعبين. وتعبين وواخد الناس في في في, في غابة و... وفي عربية مقفولة. يعني مش عارف يعمل إيه. لا أنا لعلمكم الموضوع مش سهل. زي ما هو مش سهل على الضيف بتاع البرنامج. زي ما هو مش سهل عليا برضو. الحقيقة. يعني بجد مسؤولية رهيبة يعني إنك أنت يعني يبقى قلبك جامد كده وتعمل في الناس كده والمقلب كان مش سهل يعني صعب. المقلب صعب بجد. المرة دي كمان بالذات أصعب وأصعب لأن إحنا المرة دي ما كنتش بتعامل مع بني آدمين يعني مثلا إيه هقول ترك هقول له مثلا إيه في اللحظة الفلانية هتدخل وتقول كذا ولو هو عمل كذا فانت لازم تعمل كذا انت فاهم لكن المره دي انا بتعامل مع حيوانات يعني دول ما ولا الهوى وبعدين الحيوانات ليها طابع بقى مختلف تماما يعني دول بيناموا في ساعات اول ما الشمس تبقى عموديه كله يدخل ينام ما تلاقيش ولا حيوان موجود طب احنا عايزين نصور ده ممكن يضرب لك يوم كامل مثلا لا لا ليهم ما احنا قعدنا لغايه لما ابتدينا نستوعب الحياه هناك عامله ازاي لازم اولا ان الضيف كان بيجي بيبقى فاهم ان هو بيعمل فيلم دوكيومنتري وبيروج للسياحه في افريقيا وحاجات كده وبياخد مقابل ده فلوس يعني مش والحيوانات كانت بتاخد فلوس ولا لا الحيوانات دول بياكلوا اكل كانت بتاخد لحمه ده بعيد عنك ده انت لو تشوفوا الكم اللحمه افتكرتك هتقول له لو تشتغل حيوان معايا الموسم اللي جاي لو اخد فلوس هشتغل معاه ده ياكله واعمل الحاجات دي ياكله بلاد لا هي الفكره فعلا بجد يعني زي ما انا ببقى يعني اعصابي مشدوده وقلقان وخايف جدا جدا قلقان جدا لان لو حصل اي حاجه في وشي صحيح في ناس هي اللي عامله البرنامج وناس اصحاب الفكره وناس اللي بتخرج وناس اللي بتنتج انا مجرد ان انا باجي احرك المسائل يعني لكن في مسؤوليه رهيبه لو حد جرى لهم حاجه لو حد صح. بعد الشر يعني قلبه ضعيف صح. عنده يعني هسس معين كده يجرى له حاجه ولا بقيت قلقان جدا يعني وبعدين ياما صرخوا ياما عملوا محدش سال على فكره التايم بتاع الحلقه مش زي اللي انتوا بتشوفوه هو تقريبا الضيف بيقعد يعني تقريبا من نص ساعة لساعة الا ربع لوحده. فأعصابه بتبوظ تماما. طبعا. تماما طبعًا. بتبقى الدنيا دمار اللي انتوا بتشوفوه في الاخر خمس دقايق عشر دقايق يعني صح. مش اللي هو جمعنا كل الحاجات البلاوي والحاجات دي كلها. فلا ناس كتير تعبت جدا انا فاكر ريم البارودي ما كملناش حلقة نهار جالها انهيار عصبي. وفضلت ماشيه معايا بتبكي وبعد ما خلصنا البرنامج وصلحتها وخلاص وانا توقعت حتى ان الحلقه ديت مش هتتعمل يعني او قالوا لي لا ممكن نطلعها كده يعني ما رجعت وفي الفندق قعدت تبكي وقاعده مش لغايه تاني يوم وحاجه جالها انهيار عصبي هي فعلا كان باين قوي انها خدت جرعه زياده وهي مش مستعده لفتره الخوف استغربت له بقى بجد ان في ناس كتير جدا ضحت بحياتها ممكن ينزلوا للاسد بس ما يقعدوش مع التعبان لحظه دي حقيقه فعلا ده اللي جنني بقى ده بقى على فكره ده ما كانش في خيالنا خالص يعني ده حاجه ما كانش في خيالنا خالص يعني كل ما هينزل الاسد هيهجم خلاص هم عرفوا ان في اسود موجوده في المنطقه يعني مش ممكن هيتجرأ وينزل مستحيل وقبليها واحد التاكل اللي هو السواق ده لما فمستحيل اتفاجئ ان الكل على استعداد انه ينزل بس يهرب من التعبان اللي جوه ده يهرب من التعبان بس هو كان في اسد واحد اصعب اصعب كان في اسد احنا كنا متخيلين ان الاسد اصعب الحقيقه انما اتسهل فعلا الواقع بقى اكشلي بقى هتلاقي لا التعبان اصعب بكتير طب يمكن عشان هم مثلا التعبان مقفول معاك في العربيه هو مقفول لكن الاسد شايفه في مكان فري ممكن يجري ممكن كذا ممكن يكون ده دافع مثلا هم كله فكروا في كده في ناس قدرت تطلع في
فوق العربيه كان يقفلوا البتاع وممكن يقعدوا كده 3 4 ايام يعني، بس خلاص يعني هو امن نفسه بقى في حته معقوله يعني. اه طيب ايه اللي ما شفناهوش في حلقه فيفي عبده؟ فيفي عبده تقريبا انتوا شفتوا النص ولا النص ولا حاجه في الحلقه. حلقه فيفي عبده بجد يا جماعه هي كانت يعني انا بالنسبه لي كانت صريخ ضحك. انا كنت بقع من على الكرسي من الضحك، ما كنتش قادر وكلها تيت، كلها بلا استثناء تيت. يعني في حاجات اقول يا رب طب دي هتتذاع ازاي، طب ان شاء الله نلاقي يعني حاجه بعد كده تتذاع. كلها ما فيش كلها من اولها لاخرها تيت تيت. هي كانت خايفه قوي بقى، كانت ايه طلعت كل لا 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 فيفي عبده دي حكايه، دي تدرس. وست بصراحه يعني الست دي مش مجرد فنانه استعراضيه وممثله ونجمه وبتاع، فيها حاجه سبحان الله كل الطبقات بتحبها. يعني كل الناس مستوعبين فيفي عبده، صح، الفقير والغني، الناس اللي عندهم لغات والناس اللي ما عندهمش لغات، الناس اللي هم شعبيين والناس الارستقراطيين، الكل يعشق فيفي عبده. حلقتها نجحت نجاح رهيب جدا جدا يعني. بس على كم التيت اللي كانت كتير قوي يعني كان نفسي نعدلها حاجه يعني، حاجه كده. رمضان اللي فات كان هاني في الادغال وسود وجو مرعب. رمضان الجاي هيبقى هاني في المسرحه ولا في المقابر هيحصل ايه؟ لو قلت لك انا بجد احتمال كبير جدا ما اعملش برامج مقالب. ليه بجد؟ يعني من الدموع اللي كان بيشوفها من الناس، متيت من كتر التيت، مش حقك عليا وانا طيب والله انا مش شرير. الحكايه صعبه جدا، هي قدام الناس حاجه مسليه، حاجه بسيطه، صح، يعني مجرد فاني كده، هنسعد الناس، نرسم ابتسامه ونسليهم بعد الصيام ده كله، حاجة. ولعلمك في ناس كتير جدا ضد برامج المقالب، وتقعد تشتم في برامج المقالب وتشتم فينا وكل حاجة، ويقعدوا يتفرجوا. ده حقيقة، ده حقيقة. سبحان الله احنا شعب مؤذي بشكل بنحب الأذية جدا. ده حقيقة. أصل طب إيه سر نجاح برامج المقالب؟ إيه سر إنك أنت بتقعد تتبسط؟ يعني بتلاقي حاجة تتفشى في صح عارف في الشاطئ في النجم ولا الممثل بالظبط. فهي مسألة، لا احنا بنحب الأذية قوي قوي. ده حقيقة. لكن أنا لو سألتني لو ما لقيتش فكرة كويسة، فكرة قوية وفعلا يعني جوايا رغبة إن أنا ما أقدمش برامج مقالب تاني، جوايا رغبه. طب بتجهز يا ريس لحاجات لرمضان ان شاء الله، او حاجات تاني في الافلام مثلا وحاجه؟ بعمل دلوقتي فيلم ان شاء الله يعني يعجبكم ويعجب الناس يا رب ان شاء الله. الف مبروك مقدمه. الله يبارك فيك. اخر مره عرفت تجيب سكر كانت سهله عليك؟ اخر مره انت عارف السكر ده دلوقتي بيحصل ايه؟ انت مع سكر بيتمسك في البلد. بالظبط. ما عشان كده بقول لك اخر مره انت بتجيب سكر كانت طريقه مريبه، لا طريقه عاديه، تعبت جبت ديلر. بيتكلم حد يعني عزيز عليك يقول له معلش انا عايز سكر وحاجات زي كده، فيقول لك طب انا هدي لك رقم تكلم الديلر تقول له انا من طرف علي. ايوه كويس، وهو هيقول لك المكان اللي هيسلمك فيه. ايوه عارفين وصلنا لايه يعني. فيعني بس انتوا يا جماعه يعني لازم تشوفوا بعد اخر، وجهه نظر اخرى يعني. لعلمك ده انا حاسس ان ده مصنوع يعني، موضوع السكر ده مقصود، لان الناس الحق يتقال يعني الشعب المصري مرض السكر زاد عنه زياده عن اللزوم، فاكيد الحكومه عشان بتحب الناس قوي فخايفه على صحتهم. صح. يعني صح. انا شايف وجهه النظر ديت، انا حاسس ان الحكومه ليها بعد نظر في الموضوع ده. معلش دي وجهه نظر حضرتك. لا 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 انا بس عشان والسمنه زادت برضو. ايه؟ بسبب السكر. نعم. ده ام الجنب. السمنه طبعا طبعا طبعا. ايه حضرتك؟ اكتر ناس هتتضرر من ازمه السكر مين؟ اهو مين؟ دكاتره الدايت.
طبعا الناس هتخس تلقائي. صح، الحكومه خايفه يعني علينا. الحكومه خايفه علينا عشان الكلام يتفهم صح. ما انت متخيل ايه ده؟ الحكومه دي بتحب حضرتك اللي متخيل ايه ده؟ احنا طالعين عينينا في البرنامج ده من بس هو الشعب وجهه نظره بتختلف، يعني في تناقض بين وجهه نظر الشعب ووجهه نظر الحكومه. فاحنا يعني كشعب او حاجه احنا متربيين على التناقضات ومتربيين على احنا يا ابني يعني احنا حياتنا كلها تناقضات. ازاي بقى؟ احنا كل حياتنا تناقض. انت ذات نفسك شخصيه متناقضه. بالظبط. انت يعني انت شفت نفسك في المرايه؟ بصراحه يعني لا ببص بس ما بشوفش كويس، ان الاضاءه عم هتلاقي ناس بتحبك جدا، بنات بيترموا عليك. صح. دي حقيقه فيه والله التناقض يعني. تحيه. صح. صح. لا تعال نتكلم بجد، احنا طلعنا في الدنيا ديت لقينا حاجات، الاماكن مختلفه يعني، اماكن مش في مكانها يعني. لقيت جامعه القاهره موجوده في محافظه الجيزه، الاهلي موجود في نادي الاهلي، موجود في الجزيره، موجود في الزمالك، في الزمالك صح، ونادي الزمالك في 100 عقده. آه. هتلاقي حضرتك مثلا كوبري 6 اكتوبر ده بيعدي على كل حته الا مدينه 6 اكتوبر. صح ولا لا؟ صح. ده بجد. ايوه. انا مع عصام. ماشي. انت جاي منين؟ اسكندراني. 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 جاي في اسكندريه. طب هقول لك احنا اتربينا على ايه؟ على ايه؟ اسمه ايه ده؟ في الافلام بقى وال 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 والكرتون والحاجات دي كلها. تبص تلاقي طرزان ده بطل والناس حباه وبتاع، وهو للاسف ماشي ملط طول ال ولا حد بيقول له عيب، ولا حد بيقول له ليه كده. صح ولا لا؟ صح. صح. على طول بيتنطط وهو عريان ملط ومحبوب وبطل والله، ومحدش ابدا قال لنا ان ده قليل الادب ولا اي حاجه خالص. صح ولا لا؟ صح. عندك اسمه ايه ده؟ سنوب وايت. عايشه مع 7 شباب في بيت. قله ادب والله العظيم. ولا ارتباط ولا خطوبه ولا اي ولا حاجه، ولا جواز ولا اي حاجه خالص. محدش قال عيب ولا غلط. هم اقزام، 7 اقزام. ما اقزام بقى مش هيعملوا حاجه. لا يا عم مش شرط، ما ممكن يشبكوا لبعض. لا لا. صح. مش احنا اتعلمنا كده طالعين على علي بابا وال40 حرامي ابطال، وقالوا لنا ان دول حاجه حراميه. صح. هم حراميه. صح. حراميه حراميه يعني. سندريلا. هبله. لا خارجه من ورا، خرجت من ورا امها. سندريلا يا عم بتسهر في انصاص الليالي اللي بتصيعه بصراحه. صح. واخد بالك؟ وانصاص الليالي ما حدش قال لنا ان دي وحشه ولا اي حاجه. ده كلنا حبيناها يعني، حببونا في شخصيات احنا مش فاهمينها. واحنا طبعا شخصيات متناقضه اصلا. روبن هود حرامي برضه، مفيش اي مشاكل خالص وبتاع، وشايفينه بطل. شايفينه بطل صح. ادي التناقضات. فاحنا اساسا جيل متلخبط وبعيد عنك يعني، الدنيا ضايعه معانا، ضايعه وهتفضل ضايعه مع خلصت ربنا على كده يعني. طب ايه اكتر حاجه عندك فوبيا منها يا ريس؟ يعني اكتر حاجه بتخوفك فوبيا؟ تخاف من ايه؟ لا انا عندي فوبيا بجد. ايه بقى؟ من الاماكن العاليه. تمام. والاماكن المغلقه. عندي منهم فوبيا. طيب يعني كده اللي عايز يعمل مقلب في استاذ هاني احنا عرفنا. يا سوسيال. اوضه متر في متر، اماكن مرتفعه واماكن مغلقه. لا لا كمل كمل ازاي نكمل. لا بس دي بجد والله. انا الاماكن العاليه، انا فاكر في شوت في ابو العربي، فيلم ابو العربي. الدكتور محسن احمد اللي هو المخرج موقفني على طرف جبل، طرف جبل. الجبل ده يعني عالي جدا وتحتيه الميه، فهو عايز يجيب من الكلوز ويقوم نازل على البحر، وهو خلاص حط في نفسه الشوت ده يعني. فانا اول ما اساسا طالعين وانا دماغي تلف خلاص يعني، والضغط بيزيد وكده. اول ما جه قال لي هتقف هنا، فوقفت ما عرفتش اقف، ما عرفتش خالص يعني. خدوا بتاع مثلا 3 ساعات، كل ما اجي الاقي نفسي اقوم ساند ستوب. الحقوني يا جماعه. وكان ايامها بقى مفيش ديجيتال ده والحاجات. كان الفيلم الخام ويركب بكره ويعمل مش عارف ايه، والبوبينه ديت بالشيء الفلاني وحاجات. كان خراب بيوت، ما كانش فيه خالص. انت عارف ايه اللي حصل؟ ان علشان انا من خوفي مش قادر اقف، لان المنظر تحتيه رهيب يعني، هو جامد جدا والبحر صعب جدا. طب قلت له ابوس ايدك غير الشط، يعمل اي حاجه. طب خليني قاعد. يقول لي مش هينفع، الكاميرا مش لازم جايبه، لازم تبقى كده، لازم تبقى واقف كده عشان اعمل كده الاقي البحر، الهو ده والبحر ده. فما اصر على الحكايه دي 3-4 ساعات مفيش اي.
جم في الاخر عملوا ايه بقى؟ نيموا ناس على الارض، مسكوا رجلي، مسكوا رجلي بجد عشان ابقى تبقى مطمن لحد ما وثابت بالظبط كده، وحطوا لي كمان زي حجر قدامي، حجر قدامي علشان ابقى حاسس ان في حاجه ممكن تحوشني لو وقعت. فين لولا كده لولا المشهد ده. الحمد لله. بس الفيلم ده كان عظيم بصراحه، انا بس تعبت فيه جدا. من اكتر الافلام اللي كانت متعبه جدا يعني، بس الحمد لله. طب في افات عايشه حسيت ان هي عايشه معاك في الفيلم ده بالذات؟ في حاجات الفيلم ده، في حاجات حقيقي حصلت لي يعني، في حاجات حقيقية بجد حصلت لي في حياتي يعني، منها المشهد بتاع سلمان عيد اللي هو عايز يتصور معايا وبعدين راح اداني كاميرا عشان انا اصوره. ده بجد ده موقف بجد. حصل معاك من شخص من معجبين؟ لا، من واحد معجبين، من المعجبين. قال لي اموت واتصور. قلت له يعني ده الشرف ليا ومش عارف ايه وبتاع وكتر خيرك وبتاع وحاجات وانت تؤمر كل الكلام الحلو ده وبتاع كويس. فقال لي طيب معروفة، لان ما والله ما حد هيصدق وحاجات كده وبتاع. وبعدين لقيته في الاخر بيقول لي ممكن تصور، يلا بقى خد خد ايه ده، خد ايه. قال لي خد الكاميرا صورني. قلت له وحياة على طول يعني، حياة تيت على طول، هاني رمزي صورني. المشهد ده بجد حصل. فقلت لهم يعني لازم يتعامل مع ابو العربي يعني فعلا. طبعا. طب في افات ايه تاني انت يعني اكيد انت بتبقى حابب شغلك، بس ايه اكتر افات كانت معلقه مع الناس؟ يعني انا مثلا في افات معلقه معايا، قلت لك بس مش عارف اعرف اقولها ولا لا، بس يعني هاني رمزي ايه الافات اللي انت شايف ان هي معلقه مع الناس قوي، او الافات اللي انت بتحبها قوي؟ بص، هو طبعا فيلم غبي منه فيه ده طبعا عظيم، من الحاجات اللي تقريبا كل كلام الفيلم او كل حوار الفيلم الناس بتاخده وتنزله على مواقف حقيقيه احنا عايشينها يعني اب تو ديت على طول يعني. انا اقول لك بجد انا استشعرت كده ان الحكايه هتبقى الفيلم ده هيبقى يعني هيبقى معلم كده مع الناس. صح. لان يعني بقى دكاتره الجامعه مثلا حصل موقف مع حد نعرفه، قال لهم انتوا فاهمين ولا شكلك فاهم يا نصه ولا فطبعا خلاص عرفت ان المصطلحات خلاص هتتاخد هتبقى صح. يا رب نكون خدمنا البشريه يا رب. لو معاك علبه كشري وانا خدت منك معلقه هتحس بحاجه؟ طب وانت لو خدت معلقه انا هاكل بايه؟ بلاش. انت معاك علبه كشري يا منياظي، يا منياظي صح. طب الحته بتاعت الموتوسيكل سليم بس كل حاجه لوحديها، انا بعشق الاف ده، بعشق الاف ده. فدايا 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 دي ده عم حسن حسني ماسكها لي. مين الكوميديان اللي حضرتك عايز تشتغل معاه؟ انا في ناس كتير جدا بتضحكني يعني، انا في ناس بتضحكني كتير يعني، منهم انتوا ربنا يخليك. لا بجد يعني مش كامله يعني، ده كتير. وما احنا فاضيين الفتره اللي جايه. لا لا يعني احنا فاضيين الفتره اللي جايه، لو حضرتك عايز اي حاجه احنا موجودين قاعدين. مش بنضحكك استحمل. لا انا شفتكم على المسرح، انا اتبسطت جدا يعني، شفت تياترو مصر واتبسطت بجد يعني، وحسيت ان انا يعني ايه غرت كده يعني، قلت عارف انا برضو غايب عن المسرح بقالي فتره ومشتاق ان اطلع على خشبه المسرح وكده. لما شفتكم يعني رجعت بالذاكره، حسيت ان ايه، لا احنا نفس الروح بتاعتكم نفس البتاع يعني. برافو عليكم طبعا يعني بجد، ان شاء الله كده تحققوا نجاحات كبيره جدا. سؤال بعد اذن حضرتك، بس انت بص لحضرتك وانا بساله. ايه الفرق بعد اذنك ما بين بوست الجان وبوست الكوميديان؟ ده سؤال مهم جدا، سؤال انا ذات نفسي عايز اعرف اجابته. ده سؤال مهم جدا. اقول لك الفرق الفرق تقريبا في التوقيت. في الديوريشن. ايوه ازاي دي بقى؟ زمن البوسه. ايوه كلمني اكتر. الكوميديان مش هياخد وقت في البوسه. اشرح لي ليه؟ الجان هيقعد ياخد وقت في البوسه. ليه الكوميديان حقه مهدور بقى في الحته دي؟ بالظبط كده. ليه بقى؟ ليه؟ لانه لازم يضحك من البوسه. طب ما نبوس بعد كده نبقى نضحك. لا 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 مش او قبل ما نبوس نضحك. انت عايز البوسه تضحك ولا عايز البوسه تاخد؟ انا عايز ابوس عموما بصراحه. عموما لا انا عايز لا ده موضوع تاني.
لا هو هو فعلا سؤال من اهم الاسئله اللي سمعتها في حياتي. استاذ هاني، هو احنا دلوقتي بقى صعب ان احنا نضحك الناس؟ صعب جدا، صعب جدا جدا. بص هقول لك على حاجه، طول ما الازمات بتزيد وطول ما حاله الاحتقان بتبقى موجوده وطول ما انت حاسس انك في ضغوط كتيره جدا، الضحك بيبقى اصعب، طول ما انت بتبقى محتاج للابتسامه. بس صانع الابتسامه بيبذل مجهود خرافي جدا علشان الناس دي تضحك، عشان تخرج حد بيتالم او حزين او عايش في ضغط او ده تخرجه من المود ده، ده مش سهل جدا فعلا. الكوميديان عليه حمل، مش عايز اقول لك يعني، هو انا بعتبر ان ده كمان واجب وطني، انكم تضحكوا الناس وانكم تسعدوا الناس. دي حاجه، ده احنا ده اللي عايزاه مصر دلوقتي او حتى المنطقه العربيه بالكامل. يعني النهارده الضغوط اللي علينا والظروف اللي احنا عايشينها تتزايد يوم عن التاني، غلاء الاسعار، الازمه الاقتصاديه، الازمات الاجتماعيه، ازمات عندك في الشغل، ازمات في البلد كسياسه، حاجات زي كده. كل ما تسمع الحاجات دي كلها كل ما انت يعني نفسيا بتتعب. يعني حقيقة. ان يجي كوميديان يخرجك من ده كتر الف خيره، رفع الروح المعنويه. الناس النهارده فعلا محتاجه الابتسامه. بس الضحك زمان غير الضحك دلوقتي. لما تشوف فؤاد المهندس في سيدة الجميلة مثلا كان بيطلع مثلا بالعصاية، لمجرد انه يعمل كده تلاقي الناس ها طبعا. النهارده ده انت لازم تعمل بعصاية كده ولا الهوا، مستحيل تتشقلب تتنطط غير زمان خالص. زمان كانت الناس مرتاحة والشوارع فاضية والدنيا بخير وكان في سكر وكان في زيت وكان في رز وكانت كان في حمير، واخد بالك؟ تعالى النهارده بقول لك لو مسكت عصايه عملت البدع، لا يمكن، مستحيل. صح. حتى لو فؤاد المهندس كان عايش ما كانش هيقدر يضحك النهارده بنفس الاسلوب. بنفس الاسلوب. فلا الدنيا اختلفت طبعا. احنا متعودين في ختام الحلقه بنسمع نكته من الضيف، عايزين نسمع نكته منك بقى حلوه كده. والله كل الضيوف قالوا لكم نكت؟ بصراحه لا، بس هاني رمزي معانا فعايزين نسمع نكته. انا لازم اقول لك نكته تتذاع يعني. بس بقول نقطة تتزيع مش ماشي. بص، في واحد كان عارض عربية كده معفنة عنده، عارضها للبيع. تمام. فجه له واحد تاني غلبان كده، فقال له انا عارض عربيتي دي للبيع يعني. قال له ايه دي عربية معفنة؟ قال له معفنة ايه؟ ده انا طالب فيها 2 مليون جنيه. قال له ايه؟ 2 مليون جنيه ليه يعني؟ قال له انت ما بتعرفش العربيه ديت، دي عربيه مهمه جدا. قال له ايه يعني ايه اللي فيها دي؟ ده عربيه مهكعه وعليتها زباله يعني. فقال له تعالى انا اوريك العربيه دي ايه. قال له بص ادعك كده في الفانوس ده. فدعك في الفانوس ده، طلع له عفريت من الكبوت، قال له شبيك لبيك عبدك وبين ايديك. قال له اطلب اي حاجه، هات لنا يا سيدي 2 شاي. قال له تأمر، راح جاب له الشاي لغايه عنده. قال له ايه ده؟ قال له شفت، عشان كده ببيعها ب 2 مليون. قال له لا ده لازم اشتريها. راح الراجل لم فلوس العيله على عيله العيله، خد واستلف والدنيا ومش عارف ايه والبتاع، وجاب العربيه وداخل بيها على اهله بقى، اتفضلوا ادي العربيه ب 2 مليون. انت اتجننت؟ دي عربيه مهكعه وزباله وما ينفعش تدفع فيها 2 مليون ازاي؟ قال له اسمع انا اقول لكم انا دفعت فيها. شوف دعك الفانوس، طلع العفريت، قال له شبيك لبيك عبدك وبين ايديك. قال له عايز ال 2 مليون. قال له لا انا اسف، انا بجيب شاي بس. طلع بتاع شاي، افتح بيها قهوه، طلع قهوجي، عفريت قهوجي بس. انا بجيب شاي بس. دي تتذاع يا جماعه. دي حلوه دي تتذاع دي طبعا. استاذ هاني في نهايه حلقتنا النهارده، يعني احنا كنا مبسوطين جدا ان انت معانا النهارده ومنورنا، يا رب تكون انبسطت معانا. بجد انا انبسطت معاكم جدا، وبعدين بامانه شديده جدا وانا صادق على فكره، ما انتوا زي الفل، ربنا معاكم يا رب، وربنا يوفقكم، وان شاء الله تبقوا نجوم مصر القادمين، واخلصوا في اللي انتوا بتعملوه وحبوا شغلكم جدا، هتلاقوا مردود غير طبيعي.
بجد بجد فن التمثيل حاجه عظيمه جدا جدا. صحيح متعبه وبتاخد من صحه البني ادم وبتاخد من حياته كتير، لكن في الاخر هتشوفوا حاجه حلوه قوي. ومبروك عليكم البرنامج، انا سعيد ان انا في وسطيكم، وما شاء الله يعني هي قناه الحياه دايما بتطلع ناس حلوه كده، ربنا يزيدكم يا رب. ميرسي جدا يا رب. الف شكر لحضرتك والف شكر ليكم على الحياه. الحلقه الجايه